عيد ميلادي يوم الاثنين الجاي، ابعت لي على الانستجرام اعمل لك فيديو، رشح لي فيلم كويس. كان بنجامين بوتين ده كان حلو قوي، كان فيلم جاي بالعكس. اه ياما يا جو، قال لي تستاهلي واحد احسن مني، وانا قلت له مش لاقيه. يعني انت قلت له ان استنى استنى، يعني انت قلت له تستاهل تستاهل، هو قال لك تستاهلي واحد احسن مني وانت قلت له مش لاقيه، يعني معقوله كلهم منيلين؟ راجل جدع. اه يا ده انتوا الاثنين اغبى من بعض، اقسم بالله انتوا الاثنين اغبى من بعض فعلا. يعني مش قصدي والله العظيم تريقه، بس يعني يعني لما هو يقول لك انت تستاهل حد احسن مني، فانت تقول الله ربنا كبير يا ابن قلبي، لو الاهلي كسب ومش لاقيه كل اختياراتك خرا. مش حد عينك تبقى هتعمل ايه؟ والله لا عليكم غلط. لا والله العظيم غلط، والله لا يا عم اللي بقوله بس هي بتسجل. ماشي قشطة. قول لي مقولة تاني لعمر الكذابي. كان بيقول لك دايما السيدة الحامل هي أكثر النساء عرضة للولادة. أنا كنت متابعه فشخ، أنا كنت متابعه فشخ، كان عظم. اديني ازيك يا مرمورة، فين نادين؟ مش عارف. سيرة جاية. يا جو راح فين اسلوبك العاقل وكلامك المحترم؟ اه هتلاقيها عندك هناك في الرف على التلاجة. انا مالي يا عم، ازيك يا سر؟ حاضر هقبل عمور. انا برضه معاه بالقليل وهو مستكتر عليا. خد بالك قوي من الحتة دي، الحتة دي مهمة والله العظيم. الناس اللي هي دايما بص هقول لك على حاجة مهمة قوي، ما ترضيش بالقليل مع الشخصيات دي. ليه؟ لان بكره هيشوف القليل ده كتير. والله انا بقول حكم، طب عليا النعمه انا بقول حكم، ربنا يحميني يا رب يحميني. بكره هيشوف اللي الكتير بتاعك قليل، فلا اعمل لي كده والله العظيم. ازيك يا ولد، انا هنا اهو. ازيك يا يوزر، مش بقول لي ازيك. ازيك يا ساره جو، انا حاسه ان احنا هنا مجتمع لوحدنا. اه والله ده انا قافل على العيال اللي عندي، والله العظيم اقسم بالله انا العيال انا عامل كوميونتي كده. والله العظيم ذكرها في التيك توك ولا الانستجرام ولا الفيس، والله العظيم العيال كلها كده مع بعضيها مع بعضيها مع بعضيها. اه يا مطبل يا جو، حاضر سلم عليا. ازيك يا رنا، يا اذكى واحده في الكوكب يا اسطى. انا بحب واحده اكبر مني. والله يا ديفيد انا ما عنديش مشاكل في حاجه، حب بس المهم هتعرف تتجوز، هتعرف تقف كده قدام البابا والماما وتقول لهم بقول لكم ايه وتشوح بيدك كده. مش هتعرف والله ما هتعرف، والله العظيم ما هتعرف. ليه؟ لان البابا اللي هو اللي بيصرف. اقول بص، خد القرار، اي قرار تاخده في حياتك لما انت تكون بتصرف، والله العظيم طول ما البابا هيجيب الشقه هتتجوز بنت خالتك او اي واحده جايه من الكويت. منظرك عين رهاوي. اه والله كلها قول كل سنه وانا طيبه. ازيك يا فيولا، كل سنه وانت طيبه يا فيولا. جو قول لي يا منال علشان عايز اسجلها من. ازيك يا منال. والله يا اسطى انا انت عايزه تكون يعني وومن اندبندنت وتتجوز تحققي ذاتك. والله انا ما عارف جايبين لنفسكم البهدله ليه، والله العظيم قله القيمه وتعب في التعليم واعمل كارير وزفت وبتاع ومش عارف ايه. انا لو مكانك اقسم بالله اقسم بالله وحياه ما بقول يا رب خلي لي ابويا وامي، ابوس كده الفرخه المتجمده اللي طالعه من الفريزر دي، والله العظيم الله العظيم والله اطلعها كده واللي هو ايه اقعد احنتش فيها، احطها كده على الصينيه وبتاع واقعد جنبها. حد لاقي دلع وما يدلعش يا ولاد الفقريه. يا عم اسكت، احنا طالع ميتين ابونا والله العظيم طالع. انا في حرب انتوا لا تعلموا عنها حاجه، والله العظيم وانا نفسي مش عارف عنها حاجه. انا حزين عشان ما شفتش الفيديو اللي انا بعته لك، انا والله العظيم انا اسف يا بيبو، ابعته لي تاني حقك عليا. قول يا ريمو، يا ريمو ازيك يا ريمو، ازيك يا ولا يا ريمو، احنا هنا اسره مع بعضينا. ازيك يا سلم عليا. ازيك يا ضحى، سلام يا طبل. ازيك يا هلا، يا اجمد هلا في الدنيا. فين قصص اليوتيوب يا ابني؟ والله اليوتيوب انا هرجع اعمله تاني، حاضر والله العظيم كتر خيركم انتوا بتسألوا عليا وانا اليوتيوب. بص يا اسطى، ما دام هي عليها زحمه، بص الراجل بص هقول لك بيولوجي
بيولوجي. الراجل ما بيحبش الست اللي عليها زحمة، الست تحب الراجل اللي عليه زحمة، فاهم حاجة؟ لكن لا، ادعي له طبل لي، اه طبل لي الله يستر، ده كان اللي اجمد واحده في الدنيا. ايه السنه الكومنتات بتجري؟ صحابي طلعوا عين امي يا اسطى وخربوا سجنوني في بيتك. بص الشافعي كان قال قولا حلو قوي والله العظيم، انا فاكره لغايه دلوقتي. كان بيقول لصاحبه: لا تغفل عني فانني مقروب. الكلمه دي حلوه قوي، يعني لا تغفل عني فانني مقروب، كان بيقولها لصاحبه. الجمله دي كانت عظيمه قوي. الفالنتاين قرب وانت مش عايز تقرب. قلنا نقرا الكومنتات قبل ما نقولها، والله العظيم اقسم بالله قلنا نقرا، والله قلنا نقرا الكومنتات قبل ما نقولها. انا قلتها بس انا ما اعرفش، بس كنت بتجري. ربنا ينتقم منك يا ولية. ماشي يا جانا، الصوره اللي انت حطاها حلوه قوي يا جانا، وانت اهو يا جو. قول لي ازيك يا جورجينا. دي طلعت جورجينا، معلش يا جورجينا ما اعرفش اقرا. ازيك يا جورجينا، دي الصوره حلوه قوي. قول لي يا ريمو تاني، عايز اسجل. ازيك يا ريمو، سجلي ارجوك. جو انت ليه ما بقتش تقول بوم في؟ ما انا قلت والله إيه؟ لقيت ناس كتير خدتها، وانا من طبعي الزهد يعني، مش عايز تاخد حاجه خدها، عايز تاخد كل خد. خد يا سيدي، سيبني بس في حالي، مش حد بيقلد حد يعني، بس مش عايز تاخد حاجه خدها. فانا ما بحبش اخد حاجه حتى لو هي اتاخدت مني تاني، فما بحبش اخدها تاني، عايز اخدها. بتعمل ايه في اول مره كان ماشي معايا، كانت مشكله كبيره قوي، كل شويه ابويا اتخانق معايا كذا مره بسبب الحوار ده. انت ليه سرحان في الطريق؟ هو ما بيبقاش واخد باله ان انا بقعد ابص على لوح العربيات، طص فص لص. عارف دماغي عبيطه والله العظيم، هو فاكر ده عبيط، انا مش عبيط، انا عبيط. سوى ابويا يعني. بتدخل حاضر ماشي. طب اللي يا اسطى بقالك فتره، ازيك يا جعانه؟ بحبك قوي انت عارف. سابني وانا اتكسرت وفاكر حد. في حاجه صعبه قوي، ان هو ماذا يعني، يعني دايما المقوله كده كان يقول لك: ماذا لو الشخص الذي خذلته كان يتباهى بك؟ دي حاجه صعبه قوي، حاجه نكد يعني. مس علي والله يا اسطى، مساء الخير اللي يحب لنا الخير، اما اللي مش سالك يومه كله مهالك. حته توك توك دي، والله حته انت تشبه المستر بتاعي، بس بتاعك شعر كده وحياه امي كده مستر. ده لو هو عامل كده يبقى يعني يبقى خطر قوي عليك. يا جو قول لي ليه نود نودي لا لازم تاخد العلاج. انا نسيت اعمل الفيديو النهارده، بتفرج على لوحه العربية. والله ده انا بقعد اقرا كلام عبيط قوي. برج الثور، برج الثور ده بيعرف كتير قوي عن الناس، لكن ما عندوش اصحاب كتير، ده اللي انا فاكره. انا مخنوق ليه يا ابو حميد؟ ربنا يشد عليك. فكرت برج الثور تاني، برج الثور هتلاقي دايما مزاجه سخن قوي، وما تحاولش تستفزه، هو فعلا ثور. مسؤول يا ريت. انا بحب واحد وقربت له. بص هو في ناس هقول لك يا اسطى، هقول لك يا اسطى الحته دي مهمه، في ناس بتستنى منهم يقربوا خطوه خطوه والله العظيم، وانت تقرب لهم ميل. وفي ناس لو جري ورانا والله ما هنجري وراه، عشان نحفظ المسافه ما بيننا وما بينهم. الاولانيين دول بقى حاجه بتميزهم كده، ولا التانيين مش وحشين؟ لا، المشكله فين؟ المشكله فينا. هو انت بقى تسميه النصيب، تسموه بقى الارتياح، احنا على البقر بنجري ورا اللي بيتعبنا، والله العظيم احنا على البقر. والله خليك صحيح كده وانت بتقول على بقر. ساك حمار. والله العظيم يعني تلاقيه مثلا بيجري لك، البت بتيجي تحت جنبك وتقف جنبك وتساعدك وتجيب لك في اكل وتجيب لك في شرب وتهشتك فيك والله العظيم، وانت بقرب بيتين كلاب والله ولا فارق معاك. وتشوف واحده كده جامده البت دي، وهي اصلا بتف عليك، والله بتف عليك.
ربك يستر يا اسطى. انا سبت اللايف صافي نار وجيتك. هي صافي نار فاتحه لايف فين يا اسطى؟ هي يا دي احمد هي فاتحه لايف على ايه؟ ده انا اقفل اللايف واروح. الحيوانه باينه من عندك ولا زود كمان عشان بس تكون مش باينه قوي. يا دي عبد اللذينه ابعت لي اللايف بتاعها. صافي نار شهوانه باينه من عندك ولا زود ممكن تقول